فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ولد الزنا يسمى يتيما؟ وهل كافل ولد الزنا يشمله حديث الرسول صلى الله عليه اليتيم وسلم؟ من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، هذا هو اليتيم، من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم. أما ولد الزنا هذا يسمى اللقيط، هذا له دور خاصة وله عناية خاصة. نعم، وإذا أحسن إليه وربه طيب، لأنه ليس له ذنب، هو ليس له ذنب. نعم.